أسعدنا تمرين تابع للمضارع التام، تمرين سي صفحة 99. طبعا هو بيست جمل، واحدة مكتوب أي والأخرى بي، إحنا علينا بس بالبي. هنا أنا شكات بنا منطينا كلمتين يو باي، يو بوك، يو باي، وهنا مكمل الجملة كاتب النيت. لكن نلاحظ إحنا أخذنا اليت تأتي مع النفي أشو هو، هنا أنا حاط علامة استفهام. أوكي ما عليك بي، هو يريدها استفهام، يعني استاذ نكتب هافنت لو هازنت؟ لا، تكتب هاف قاعدة السؤال مال المضارع التام اللي أخذناها بالقاعدة مثل هاف وهاز بالبداية، بعدين الفاعل، بعدين التصريف الثالث، واليت بالأخير. ليش العدوى مستخدمة هنا؟ طبعا الظروف مال المضارع التام ممكن استخدامها في زمن يعني في حالة السؤال والنفي وال مثبت، لكن هو يستخدمها مو احنا. اذا رادنا احنا نستخدمهن طبعا احنا حسب القاعدة اللي كتبناها مال المثبت واحد، مال النفي واحد، مال الاستفهام واحد. فهسه ايش كاتب لنا؟ يقول use the correct form of the present perfect، او يكتب لنا use the words to write a question، استخدم الكلمات لكتابة سؤال. فاحنا ايش راح نسوي؟ نقول له اليت انت مستخدمها استفهامية، الها طبعا الفاعل يو جمع، ناخذ لها بالبداية هاف قاعدة الاستفهام، وبعدين اليو التصريف الثالث للفعل باي هو بوت، ونكمل الجملة. نفس الحالة مع الثانية، الفاعل جمع أخذنا له هاف، واليو تنزل فاعل، بعدين البوك يصير تصريفها الثالث بوكت، وهنا معناها يحجز هوتيل يت. والنقطة الثالثة كذلك باي، يو باي، اليو جمع ناخذ لها هاف، وننزل هنا كاتب لنا يو، والتصريف الثالث البوت، ونكمل الجملة. هذا ما يعنينا. إذا هنا اللوفة شنية؟ يقول اللوفة إنه هو حط يم اليت علامة استفهام، معناها استخدم اليت مع الاستفهام. إذا هو جابها يقول لي اكتب أو استخدم اليت أنا فيها، لكن في حال هو حاط إنك وشن مارك يم اليت أنا سويها استفهام حسب ما مطلوب من عندي، فنتبع التعليمات اللي هو مطلبها. أنا عندك واجب بيتي منطيني ثلاث كلمات، you ever stay، you ever come، you ever flow، you ever be، you ever be، you ever lost، وهنا lose sorry، وهنا أنا كاتب إنه what's the best holiday destination you ever be to، يعني استاذ شنو المقصود؟ كاتب إنه complete the question، أكمل السؤال أو أكمل الجملة. إحنا عندنا ever، أفر بكلهن يعني مضارع تام استفهام، هو هم حاطك وشن مارك، يلا طبق قاعدة الاستفهام. طبعا هنا أنا ما حالة باعتباره واجب بيتي بالملزمة الجديدة، فنقول للفاعل يو يعني ياخذ هاف بالبداية، هنا أنا نكتب هاف، بعدين اليو، أفر تنزل هو الظرف مال الدلالة مال الاستفهام، وستيد نحط لها اي دي وتكمل الجملة الأخير. نفس الحالة هاف والنوب يو، وبعدين أفر والكام بنحط لها اي دي يصير كامد وتكمل الجملة الأخير. هاف هنا همينا هاف لأن فاعل يو، طبعا وإذا كان الفاعل مفرد نستخدم هاز حسب قاعدة الاستفهام للمضارع التام، فكتبنا له هاف يو أفر وفلاو بالتصريف الثالث بس نحط اين يصير فلاون، وهاف ويو أفر نزلناها بعدين وراها البي تصريف الثالث بين. نفس الحالة هنا أنا بين، هنا كاتب لنا بين سايت سينج ان ذا اوبن توب باص، هل أنت رحت لنزهة أو تجوال حول العالم في باص مكشوف السقف؟ وهنا أو السقف سوري. You ever be cheated by a taxi driver، أنت مرة حاولت أنه تغش السائق مال التاكسي. أما هنا أنا كاتب إنه what's the best holiday destination، ما هي أفضل محطة عطلة أنت رحت بها؟ كاتب إنه have you ever been، يعني الهاف قبل القوس، اليو بعدين الأفر، وهنا تصريف الثالث، يعني هو منطيني فاعل والظرف، وهنا الفعل اللي أنا حوله تصريف ثالث وأكمل. What's the stranger food you have ever eat abroad، abroad يعني خارج البلد، يعني هنا أنا راح نقول له اليو جمع ناخذ لها هاف، واليو تنزل، وبعدين عندك الأفر هو الظرف ينزل، وراها كاتب لنا إيتين والتصريف الثالث للفعل، وتكمل الجملة وتخليك وشن مارك. هذا إني الأسئلة بالاستفهام. زين نجي هنا عندك عندكم we play football three times this week already، جملة بيها already صحح فعلها، أردي مضارع تام مثبت، استاذ شو حاطها بالأخير؟ ما عليك إذا بالأخير وإذا بالنص وإذا هاي، هو وين ما يحطها يحطها. الوي جمع تاخذ هاف، وحطينا بلايد التصريف الثالث للفعل بلايد، ونكمل الجملة. هنا أنا ايش كاتب لنا؟ كاتب لوك، هاي اللوك هنا ظرف طبعا كلمة،
جملة تعتبر كاملة. لوك يعني أنت أنظر. Somebody dropped their wallet on the pavement. صحح الفعل. هنا أنا ما عندي أي ظرف لكن عندي جملتين. هاي جملة رقم واحد. هاي جملة رقم اثنين. بما أنه إحنا نعرف أنه المضارع التام يا أما بظروف يا أما إذا ما بظروف لازم يجي جملتين. إذن هذا جملتين. فالجملة لوك هاي جملة. الجملة الثانية أستاذ هذا مضارع تام. يلا كمل. Somebody مفرد. تأخذ has. دروب تصريفها الثالث بمضاعفة البي وإضافة إيدي وتكمل الجملة. نايا you ever sleep ever نفس هذا التمرين تقريبا الفوق. فاستفهام أكيد 100%. فكانت منها have you طبعا اللي فاعل جمع ناخذ لها have بالبداية. you ever تنزل sleep التصريف الثالث لها slept under the stars in the desert. هنا I have lost my passport ضيعت جواز سفري. هاي جملة. جملة الثانية كانت منها you see it anywhere. مدام جملتين إذا المضارع تام لأنه من خلال معرفتنا للمضارع تام يا أما بالظروف يا أما بالجملتين. إذا الفاعل طبعا هي استفهامية فكانت منها الفاعل have واليو وراها والتصريف الثالث سين صير have you seen it anywhere هل شاهدته في أي مكان أو رأيته في أي مكان. الأخرى كانت منها I have been painting a picture of Amina all day. هاي الجملة. والجملة الثانية كانت منها but I not finish it yet. أولا عندك جملتين إذا مضارع تام بعد عندي yet وهي منفية وهو حاط لك نفي إذا مضارع تام منفي. جاوب صير الآي تأخذ half. هاي الآي تأخذ half والnot وياها صير have not أو haven't والتصريف الثالث للفعل finish finished. وهذا هو التمرين مع المضارع تام وبعد عندنا التكملة الأخرى.